كافة المديريات أرجو أن يكون قادة الشرطة على مسمع من النداء. لدينا مجموعة من التوجيهات اللي تخص الوضع الأمني وما يتعلق بالحجر الصحي أو الحظر الصحي. أكو حظر جزئي يبدأ من الساعة 2000 إلى الساعة 500. كثير من قيادات الشرطة مدى تطبقه، يجب أن يطبق بقوة لأنه السلالة الجديدة تكون مؤذية للجميع. الحظر التام أيام الجمعة والسبت والأحد أيضا تلاحظوا هذا. حريصين وأمينين، دوام 50%، لا حد يجتهد، 50% يكون التواجد في كل المفاصل. اللي تقدم خدمة أمنية الدوائر مالتنا ومعروفة للجميع، المرور بكل تفاصيله والجنسية والبطاقة الوطنية والجوازات والإقامة وكل ما له علاقة، يستمر أيضا 50% في الوضع اللي بحجر جزئي. بقية الأيام نفس الدوام، ولكن يستغل لإعادة التنظيم وترتيب القضايا المكتبية. أرجو أن نفعل مذكرات القبض بدقة متناهية، عدم التهاون، والإخبار الفوري إلى عمليات الوزارة عن أي حدث ضمن أي قاطع مديرية الشرطة. قادة الشرطة في المحافظات أكو توابع موجودة كلها تفعل في هذه المرحلة. أكو توابع مهمة جدا، أقسام شؤون العشائر، الشرطة المجتمعية، كل مفاصلها، الجميع على مسمع من النداء. توجيه لازم ننوه أنه دولة رئيس الوزراء القادر عن القوات المسلحة وجه شكره وتقديره وتثمينه لما بذلته وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة في كافة المفاصل، ما يخص الحظر الصحي أو حظر التجوال الصحي، مجال الجريمة المنظمة والقضايا الجنائية والمخدرات وكل المفاصل، ثمنها عاليا ووجه شكره وتقديره من خلالي إلى كل مفاصل الوزارة. أأمل أن نستمر على نفس الهمة والاندفاع والمستوى العالي. الله يبارك بالجميع وتحياتنا للجميع.